كان لفترة الخمسينات بريق خاص بها، فهي العصر الذهبي للسينما المصرية، وتمتع النجوم فيها بجمال وسحر خاص، سواء من ناحية جمال المظهر أو الرقي في التعامل. وبرزت فيها أسماء لامعة في تاريخ السينما، بينهم الفنانة فاتن حمامة وسعاد حسني وهند رستم، بالإضافة إلى النجوم الرجال مثل رشدي أباظة وأحمد مظهر. لكن ماذا لو اصبح نجوم الفن الان بملامح الخمسينات نجوم الفن يعودون لفتره الخمسينات استعان مصمم الجرافيك المصري محمد جابر بالذكاء الاصطناعي لتحقيق تلك الفكره حيث اعاد احياء اجواء جيل الخمسينات من خلال تعديل صور لنجمات الفن المعاصر بملامح وستيل واطلالات الخمسينات لتصبح منى زكي ومنت شلبي ونيلي كريم من نجوم الخمسينات. ونشر مصمم الجرافيك الصور عبر حسابه الشخصي على منصة انستغرام بعنوان العودة إلى الخمسينات باك تو ذا خمسون وذلك بمساعدة إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي التي حولت الصور إلى بورتريهات لنجمات الفن في زمن الخمسينات خلال حديث صحفي وأوضح خلال حديث صحفي له أنه تخيل نجمات الجيل الحالي في القرن السبعة عشر لذا قرر اللجوء إلى تقنية الذكاء الاصطناعي من أجل إعادة إنتاج صور لهم في حقبة الخمسينات ولفت إلى أنه بدأ في البداية بعدد من النجمات وهن دنيا سمير غانم وهبة مجدي ونيلي كريم وناهد السباعي وأيت عامر ومنة شلبي وهنا الزاهد قبل أن تلاقي هذه السلسلة أنتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما شجعه إلى الانطلاق في سلسلة جديدة تضم نجوم الرجال، من بينهم أمير كرارة وأحمد عزم وكريم عبد العزيز وهاني سلامة ومحمد أنور وغيرهم. أسلوب الخمسينات تتميز فترة الخمسينات بشكل خاص بأسلوبها الراقي والأنيق للغاية وهو ما حاول المصمم المصري مراعاته في الازياء والاطلالات الجماليه التي ظهرت بها النجمات وتسريحات الشعر لتبدو كل منهن كانها من هذا الزمن ويضيف محمد جابر ان حقبه الخمسينات كانت العصر الذهبي للازياء خاصه ان النجمات يمكن اعتبارهن ايقونات للموضه في هذه الفتره وظهرت فيها تصميمات احتفت بالمراه بشده التفاعل مع السلسله منذ بداية عمل مصمم الجرافيك المصري على سلسلة العودة إلى الخمسينات. بدأ الجمهور في التفاعل معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبدأت التعليقات في مناقشة هل جاء نجومهم المفضلون كما تخيلهم أم أن هناك اختلافًا بينهم. وشملت النجوم الذين عمل محمد جابر على تعديل ملامحهم وإطلالاتهم شير عادل وهنا الزاهد وبسنت شوقي ومحمد فراج ومي عز الدين. تفاعل النجوم لم يكن جمهور مواقع التواصل الاجتماعي فقط هم من تفاعلوا مع صور نجومهم المفضلين في فترة الخمسينات، فقد أعاد بعض النجوم الذين تم تعديل صورهم بالذكاء الاصطناعي نشرها بعد أن أعجبوا بها. ونشرت الفنانة منَّت فضال صورها المعدلة بالذكاء الإصطناعي عبر حسابها الشخصي على تطبيق ثريدز وكتبت عليها ، حبتني أوي في الزمن الجميل يا ريتني كنت من الزمن ده شكرا بجد الصور تحفة نادرة ،، المقارنات بين النجوم ، بدأ الجمهور في المقارنة بين نجوم الزمن الحالي ونجوم الخمسينات ومحاولة إيجاد الشبه بينهما حيث اعتبر البعض أن صورة منت فضال قريبة بعض الشيء من الفنانة نعيمة عاكف، بينما شبه البعض نيلي كريم بالفنانة فاتن حمامة، سيدة الشاشة العربية. وجاءت تعديلات صورة أمينة خليل قريبة من ملامح الفنانة أسمهان.